في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يكسر من قراءة قل هو الله أحد؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. فيها صفة، فيها صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. عرض نفسه لمحبة الله سبحانه وتعالى، أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، أخبروه أن الله يحبه. فأنت في محبة الله حينما تقرأ قل هو الله أحد. سبحان الله، يعني صورة من قصار الصور، قل هو الله أحد، الله الصمد، وهكذا تقرأها تعرض نفسك لمحبة الله عز وجل.